السلام عليكم، محمد أمين العلاوي، طالب في كلية متعددة التخصصات بإقليم العرائش. أحتاج وفي نفس الوقت كنطلب الانسحاب ديالي من انتخابات ممثل الطلبة التي ستجرى غدا إن شاء الله يوم الاثنين في كلية متعددة التخصصات، وهذا بسبب إقصاء مجموعة من الطلبة وليس طلبة مدينة القصر الكبير فقط من التصويت بحكم الجائحة وبحكم الظروف اللي كتمر منها البلاد. كان أولى أن تذهب العادة كما كانت تذهب في السنوات الفارطة، حيث أن يكون في انتخابات ممثل الطلبة جوج ديال المكاتب ديال التصويت، مكتب في المدينة ديال القصر الكبير ومكتب في المدينة ديال العرائش في كلية وواحد في ملحقة. لكن وبقدرة قادر نتفاجأ في اليوم الجمعة وآخر أيام العمل بأنه تم إلغاء المكتب ديال المدينة ديال القصر الكبير اللي كنا في الملحقة اللي كنا ديما كيكون. فإذا بنا نحتاج ونعارض ولكن لا مجيب، لأن جات في واحد الوقيته اللي خرجت ساعة العمل. القرار ديالنا النهائي هو أننا ننسحب وبكل حيادية وبكل شرف، لأن الانتخابات أخذت مجرى آخر وطابع سياسي أكثر ما هي طابع طلابي وقطاع طلابي فيما بينهم. ولهذا فإننا ننسحب بكل كرامتنا وبكل شرف، لكن نصر أننا سنطعن في هذه الانتخابات التي أقصت مجموعة من الطلبة. لهذا أناشد الطلبة اللي كانوا غادي يصوتوا على السي محمد أمين العلاوي في الكلية كممثل طلبة أنه لن يكون غدا في الأوراق، وإذ كان فهو منسحب رسميا من الانتخابات، لأن الانتخابات أخذت طابع آخر كما قلت ومجرى آخر. بصراحة كنقولوا أنه قرار متسرع من الكلية، حيث كما جرت العادة، أنا نيت ماشي أول مرة غادي نترشح، هذه المرة الثانية عندي، كما جرت العادة أن يتم التنسيق مع المترشحين ويتم الاتفاق عليه معهم على مجموعة ديال الأمور. هذا العام ما كان لا اتصال لا توافق لا والو، قرار نزل بشكل مفاجئي يمكن نظرا للظروف، ولكن هو أقصى طلبة من مدينة القصر الكبير، ولهذا نحن ننسحب بصفة نهائية من هذه الانتخابات التي أقصى الطلبة. ماشي إقصاء المدينة القصر الكبير ككل، ولكن إقصاء الطلبة، حيث الطلبة أصلا هي معلقة الدراسة، يعني موقفة الدراسة، يعني الطلبة ما كيطلعوش للعريش، وحتى لو كانت الدراسة الطلبة كاين ناس اللي غتجيهم صعوبة أنهم ينتقلوا من مدينة القصر الكبير حتى للمدينة ديال العرائش اللي كتبعد علينا 35 كيلومتر، يعني صعيب أن الواحد يتنقل ليها وغادي يصوت. هذا غادي يمنع بزاف ديال الطلبة أنهم يعبوا على الرأي ديالهم، وحنا إلا كانت انتخابات غتروم الجهة وغتمشي الجهة ولا الطلبة ما غيقدروش يعبروا على رأيهم بشكل واضح، إذا هنا حنا كنسحبوا. وهذا الشيء ماشي غير أنا، يعني كاين مترشحين معنا حتى هما كيندوا بنفس القرار، ولكن مازال مترشحين. لهذا أنا ومن منبري هذا أعلن انسحابي بشكل رسمي، وحتى الطلبة اللي كيتعاونوا معنا والطلبة اللي قدمونا قدامهم قالوا لنا نيت خصك تكون تما، حتى هما راهما غاضبين وما عجبهمش القرار، وحتى هما لن يشاركوا غدا في الانتخابات، وسنكون معكم ان شاء الله. المطالب ديالنا المطالب يعني ما كايناش دابا مطلب، حيت غدا الانتخابات، يعني انتخابات غدوز، يعني ما كايناش قرار غادي يخرج، اذا حنا غادي ننسحبوا. ولكن المطلب لينا الطلبه اللي كانوا غادي يصوتوا عليا ولا متعاطفين معنا، حنا سنقوم بجمع عارضه نطعن بها في هذه الانتخابات، ونامر وكنطلبوا من الكليه ان تعيد النظر في الانتخابات ودير اعاده ديال شي نهار واحد اخر اللي تقدر تاجلوا، ولكن هذا الامر كيبقى للكليه. حنا امرنا هو أننا سننسحب.